ويوم القيامة يجمعهم تحت لوائه. حتى الخلفاء الكبار، من الخلفاء الكبار؟ آدم وشيث ابن آدم وإدريس ونوح، خلفاؤه الكبار صلى الله عليه وسلم تحت لوائه، الكل تحت لوائه. ونكون إن شاء الله تحت هذا اللواء، ونكون إن شاء الله تحت هذا اللواء. فما عقدت المجامع هذه التي أصلها من قبلنا ومن قبلنا ومن قبلهم، إلى الأساس خير الناس هو الذي دعانا، هو الذي علمنا. وبه كان الصحابة صحابة، وآل البيت آل بيت، والعارفون عارفون، والمقربون مقربين، والصالحون صالحين به صلى الله عليه وسلم. فهو اللي أسس لنا المجامع التي في ضمن هذا التأسيس المتناول من قلب إلى قلب، تظهر الخصوصيات من زمن إلى زمن، وكلها خصوصيات تبرز على أيدي من شاء الله من البرية، وانتشروا في أقطار الأرض، وأنعم الله على العباد بهم، وجمع القلوب عليهم، بل بهم عليه سبحانه وتعالى.